سوريا. سوريا خانوم، أنا لا هيك كتير رسمي. حبيبتي سوريا، أنا لا مو لهالدرجة هي كمان. على شو عم تطلعوا؟ شو يعني بحياتكم ما شفتوا شاب حلو مثلي عم يحكي مع حاله؟ آه؟ يمكن مصطفى أحلى مني بشوي لأنه عيونه ملونة، بس مو مشكلة. انقلعوا من قدامي. تضرب أنت وياه. ودروني كتير. يلا لشوف علي، روح واحكي مع سوريا وقل لها انك بتحبها وانك بتموت فيها. يلا جونجا. جهزتي حالك؟ ايه خلصت. بتذكر انه في عندي نفس هالفستان. اصلا هالفستان لإلك. ليش انتي مالك صغيرة لتلبسي مثل هيك فستان؟ ايه مزبوط، بس مانا مشكلة. أنا ماني صغيرة. تعرفي شو يا سوريا؟ أنا كتير حبيت ذوقك بالأواعي والأحذية، وكتير بيلبقولي مو هيك؟ أساساً عمري 22 سنة. طيب مين انتي؟ الملكة بتسلم عليك يا سوريا. بدي شوف سوريا خان. طبعا تفضل. بتمنى تكوني عرفتي هلأ إنه أنت ما لازم توثقي بأي حدا حتى بحالك، بس أخدتي وقت طويل لعرفتي هذا الشيء. وهلأ وصلت لك الرسالة اللي عندي، لازم روح. مو بهالسهولة هي. سوريا. سوريا خانوم. جونجا هي طعنتني. مالها طفلة بريئة. هي قاتلة. خدوها على المشفى فورا. جهز العربة. بترجاكي لا تموتي سوريا، لا تموتي. سوريا خانوم بترجاكي افتحي عيوني. بعده هيك. سوريا.
كونجا! جونجا بنصحك تشيلي ايدك من شنطتك بسرعه ورجيني اياها. اخي علي ساوي اللي قلت لك اياه بسرعه. يلا اسرع استعجلوا كمان. يلا امشي بسرعة. سريخانو حملي ما ضل غير شوي استعجل كمان. أسرع, أسرع. أسرع.